أقيم في الفترة من 25 وحتى 27 من الشهر الماضي المؤتمر الدولي الرابع كنيسة شمال إفريقيا تراثها ومصيرها، بمشاركة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك، وذلك بتنظيم مشترك بين المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية واللجنة الأسقفية للإعلام، وبرعاية مركز المسبار للدراسات والبحوث. شارك أيضا نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإبرشية البطريركية، والأب مراد مجلع الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب ميلاد شحاتة مسؤول المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية، ومكرران المؤتمر الأب الدكتور يعقوب شحاتة الفرنسيسكاني والدكتورة دعاء محمد بهي الدين وعدد من الشخصيات الأخرى. بدأ اليوم بالسلام الجمهوري ثم الكلمات الافتتاحية المتعددة من الحضور. تضمن المؤتمر عدة جلسات مختلفة بترأس من أساتذة من الجامعات المصرية وعمداء الكليات، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الباحثين من تونس والجزائر والمغرب ودبي، بالإضافة إلى الجلسات المتخصصة لمناقشة الباحثين للأوراق البحثية المختلفة. واختتم المؤتمر بالجلسة الختامية وتقديم الشكر للمشاركين والمكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، بالإضافة إلى عرض التوصيات الختامية. المركز الثقافي الفرنسكاني بالتعاون مع اللجنة الأسقفية للإعلام وتحت رعاية مركز المسبار للدراسات والبحوث في دبي، تعاون ثلاثي بيتم من خلاله مؤتمر الدول الرابع للمركز الثقافي الفرنسيسكاني بعنوان السنة دي، أو الدورة بتاعته السنة دي اخترنا عنوان عن كنيسة شمال أفريقيا تراثها ومسيحها ومصيرها. اخترنا المنطقة الجغرافية دي بالتحديد، بنقصد بيها منطقة تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وبناخد جزء الجنوب الغربي من طرابلس في ليبيا، لأن ليبيا مش كلها تتبع كنيسة شمال أفريقيا في التصنيف الكنسي طبعا، مش التصنيف الجغرافي، إنما هتتبع كنيسة مصر في الخمس مدن الغربية، وده هيبقى مؤتمر تاني إن شاء الله. المؤتمر السنة دي بيضم 8 باحثين من بره مصر، من تونس والجزائر والمغرب، متخصصين في التراث سواء التراث المسيحي أو التراث الإسلامي، متخصصين في البعض منهم متخصص في تاريخ المسيحية ونشأتها في هذه المنطقة. بيشاركنا كمان 33 باحث مصريين من جامعات مختلفة، وأثريين مصريين متخصصين في الدراسات المسيحية عامة والدراسات القبطية خاصة. بيشاركنا كمان لرئاسة الجلسات أساتذة من جامعات المصرية، كليات مختلفة، وإلى جانب أساتذة المركز الثقافي الفرنسكاني. لافتتاح السنة دي بصراحة خدنا بركة صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحاق والأنبا باخوم، إلى جانب طبعا الأب مراد مجلع خادم الإقليم للرهبان الفرنسكاني في مصر. المؤتمر بدأ يوم 25 يوم الخميس الفترة المسائية، وجلساته توالت بعد كده يوم الجمعة من 9 صباحا لزمانة مساء، ويوم السبت إن شاء الله النهاردة هننهي المؤتمر الساعة 7 مساء. بنتمنى أن يبقى في تعضيد من الكليات الكليريكية والمعاهد الكاثوليكية في مصر مثل هذه المؤتمرات، تعضيد بمعنى تواجدهم، إنها مؤتمرات مهمة جدا، ومشاركتهم كمان لأن فيها طلاب وباحثين وأساتذة على أعلى مستوى بالفعل في تاريخ الكنيسة سواء القبطية أو الكنيسة الجامعة. بدعوهم من المؤتمر هنا ومن جلساته ان بنفتقد وجود الكنيسه الكاثوليكيه المصريه الكاثوليكيه في مؤتمراتنا، وبتمنى حضورهم في مؤتمرات قادمه سواء مشاركين او حاضرين. كمالي الشقي من المغرب، انا نائب رئيس المنظمه العربيه للمتاحف، والمشاركه بتاعي في المؤتمر كانت مداخله حول بعض الاثار الاثريه حول الوجود المسيحي بالمغرب، وفي هذه المداخلة كان تم تقديم بعض اللقى الأثرية التي وجدت في عدة مواقع
كانت رومانيا بالمغرب، خاصة مواقع ليكسيوس ووليلي وبناصة وصالة في نواحي مدينة الرباط، وأشرت إلى ندرة الوثائق التاريخية أو الوثائق التي تخص الوجود المسيحي بالمغرب. فهذه اللغة الأثرية تدل على هذا الوجود، لذلك ينبغي الاستمرار في التنقيب والبحث عن هذه المصادر، لأن كنيسة شمال إفريقيا امتدت حتى إلى المغرب انطلاقا من مدينة طنجة. بالنسبة للمؤتمر، هذه أول مشاركة لي في أول يعني في النسخة الرابعة، ونتمنى إن شاء الله أن باقي المشاركات تكون مساهمة من منطقة شمال إفريقيا أكثر، ليتم حضور كافة الدول شمال إفريقيا إلى المؤتمرات المقبلة. طيب احنا النهارده بنتكلم عن المؤتمر الدولي الرابع اللي بينظمه المركز الفرنسيسكاني للدراسات القبطية، والحقيقة المؤتمر في دورته الرابعة اخترنا ان تكون المحور بتاعه او يعني الموضوع الاساسي بتاعه هو موضوع جديد من نوعه، واول مرة يتناقش في مؤتمرات سواء دولية او محلية، خاصة هنا في مصر، جاء تحت عنوان كنيسة شمال افريقيا تراثها ومصيرها. والحقيقة من أول لما أعلننا عن المؤتمر لمسنا يعني الناس كان يعني المشاركين كانوا متحمسين جدا للمشاركة، فتلقينا أكتر من 35 ورقة بحثية، ده طبعا في ظل ظروف كورونا وفي ظل اللي فيه إجراءات احترازية وفي ظل إن في دول كتير قافلة، إن لقينا ناس كتير من دول شمال أفريقيا حابين إن هم يشاركوا. وبالفعل جاء ناس ضيوفنا من الجزائر ومن تونس ومن المغرب، شاركوا بورقات بحثية مهمة جدا غطت كل محاور المؤتمر. والمؤتمر بيتميز بصراحة بأنه هو فيه موضوعات متنوعة زي العمارة والفن والتاريخ والأدب والتراث بشكل عام، فهنلاقي كل جلسة فيها محاور مختلفة تماما وفيها من كل الطوائف، يعني مع المسلمين المسيحيين أرثوذكس كاثوليك. فالمؤتمر بصراحة مؤتمر مهم جدا، وهو يعني ابتدى يوم 25 وهينتهي إن شاء الله النهاردة يوم 27 نوفمبر، وإن شاء الله يعني المؤتمرات الجاية تكون على نفس المستوى وأفضل كمان.